مرحبا. رح توقف اليابان السنة الجاية كل محطات الكهرباء العملاقة العاملة بالنفط المكلف، ورح تتجه لتوظيف الطاقة الشمسية بإطار تحولها لأنواع بديلة عن الوقود، وأكيد رح يساعد نجاح اليابان بهالتحول الكبير للطاقة النظيفة بانتشار هالنوع من التكنولوجيا بدول أخرى. وتعد اليابان من أكبر الأسواق لبيع الألواح الشمسية بالعالم، بوقت أصبحت الطاقة الشمسية الطاقة الأولى للحفاظ على البيئة والحماية من تلوث الغازات السامة بالهواء. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة والرطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 120 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 12، بالبقاع 8 والأرز 5، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 19. إذا منبلش من الشمال، 19 جبل محسن 23، غلبون 24، الحمرة 25، وعين الدلب 24 درجة، جرجوع 21، مشغرة 22، عنجر 24، وأهدن 15، أما الشربين ف 26، والرطوبة عم تتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 14 أقصاها 25، نهار التنين بتتراوح بين 15 و26، ونهار الثلاثة بين 15 و26، والطقس عم بيكون مشمس كليا يوم الثلاثة. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، خلينا نشوف سوا. إذن القدس 27، دمشق 29، والرياض 37، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 28، ونواكشوت 38، ومننهي مشوارنا بلندن 18، وباريس 21. وهيدا كان كل شيء. باي.